بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي من متابعي منصة الإسكولة التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهاردة هناخد فرع التفاضل وهناخد من الوحدة الثالثة الدرس الثالث اللي بيتكلم على نهاية دالة عند اللا نهاية. احنا كده قبل كده جبنا نهاية دالة عند نقطة معينة على خط الأعداد، بعد كده هنجيب نهاية دالة لما يكون النقطة دي أو العدد ده بيقترب تدريجيا من اكبر عدد موجب عرفناه اللي هو موجب ما لا نهايه، او يقترب تدريجيا من اقل عدد سالب عرفناه اللي هو سالب ما لا نهايه. يعني هناخد نهايه الداله د س لما س تقترب تدريجيا من موجب ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه. هناخد كل الافكار المتعلقه بموضوع الدرس من خلال مجموعه من الامثله والتمارين. خليكم معانا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. نهاية الدالة عند اللا نهاية، يعني لما نيجي نجيب نهاية دالة س لما س تقترب من ما لا نهاية، هنشوف هتساوي كام في كل من الحالات الأولانية. يعني هنا بيقول نهاية دالة س لما س تقترب لما لا نهاية لعدد حقيقي، يعني أي رقم بينتمي لحا، يعني أي عدد حقيقي يعني بتساوي نفس العدد الحقيقي. طيب نهاية الدالة لما س تساوي س، الدالة اسمها س أس 3 لما س تقترب من ما لا نهاية، س أس 3 أو س أس 4 أو س أس 5 أو س أس نون، ونون دي بتنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة بتديني موجب ما لا نهاية. يبقى هنقول تاني، لما نهاية أي عدد حقيقي لما س تقترب لما لا نهاية تدي نفس العدد الحقيقي. نهاية لما س أس نون، س أس نون لأي عدد لما س تقترب لما لا نهاية يبقى بتساوي ما لا نهاية. طيب عندنا نظرية مهمة بتقول نهاية لما واحد على س لما س تقترب إلى ما لا نهاية هنقوله بتساوي صفر. نخلي بالي ده يعتبر كسر فوق أي عدد حقيقي، تحت س أس أي حاجة، ده اللي عممها به النتيجة. النتيجة بتقول والله نهاية أي عدد كسر برضو أي عدد حقيقي على س أس نون، ونون برضو لها نفس الشرط ده اللي هو صاد الموجبة، مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة بتديني برضو بتديني صفر. طيب في عندي ثلاث حاجات مهمين قوي هنستعرضهم، بس خلي بالكم دول ما يعتبروش قواعد، لكن احنا هنتكلم على كل حالة بالتفصيل. أمال الحالات دي أنا بعملها ليه؟ هحطها قصادكم عشان نعمل عملية مقارنات، بس عشان تعرف لما تجيلي الحالة دي أبقى فاهم هتعامل معاها إزاي، لما تيجي الحالة التانية أبقى فاهم هتعامل معاها إزاي، لما تيجي الحالة التالتة والأخيرة أبقى فاهم أتعامل معاها إزاي. لما تيجي الحالة الأولى أبص كده الحالة الأولى دي كده شكلها عامل إزاي. هنا عندي ثلاث حالات يا جماعة، دي كده الحالة الأولى. الحالة الأولى بتقول إيه؟ لما عايز نهاية لما س تقترب من موجب ما لا نهايه الكسر ده. الحاله الاولى بتقول ايه؟ بتقول لما يكون اس البسط، اس البسط اكبر اس في البسط قد اكبر اس في المقام، يعني الاسين متساويين، يبقى الناتج بتاعي بيساوي المعامل على المعامل، معامل س اللي هي مسحوبه باكبر اس على معامل س اللي مسحوبه باكبر اس، في الاخر خالص يديني 6 على 3 فيها 2. طيب الحاله الثانيه بتقول ايه؟ الحاله الثانيه بتقول زي ما انتم شايفين كده، قارنوا كده اكبر اس في البسط واكبر اس في المقام، اكبر اس في البسط 2 واكبر اس في المقام 3، يبقى هنقسم على اكبر اس في المقام. واضح ان اكبر اس في المقام اكبر من اكبر اس في البسط، يبقى في الحاله دي الناتج هيساوي صفر، الناتج هيساوي صفر. يبقى الحاله الثانيه بتقول لما يكون أس البسط أقل من أس المقام، أو العكس أس المقام أكبر من أس البسط، يبقى في الحالة دي الناتج بتاع النهاية بيديني صفر. طيب الحالة الثالثة بتقول إيه؟ الحالة الثالثة والأخيرة بتقول إن لما يكون عندي الأس في البسط أكبر من الأس في المقام، أو الأس في المقام أقل من البسط أكبر من أقل من الأس اللي في المقام، يبقى الناتج بيديني إيه؟ بيديني موجب ما لا نهاية، موجب ما لا نهاية. نراجع مع بعض التلات حالات دول، لأن الركيزة بتاعة الدرس كله متوقف على التلات حاجات دول. إما المسألة الأولانية تيجي تبع النوع الأولاني، أو المسألة التانية تيجي تبع النوع التاني، أو المسألة تيجي تبع النوع التالت. طيب أنا عندي كام نوع؟ تلاتة. النوع الأول بيقول إيه؟ بيقول لو أس البسط
أس البسط طلع بيساوي أس المقام، أس البسط يساوي أس المقام، يبقى معنى كده إن الناتج بيساوي معامل البسط على معامل المتغير س على معامل المتغير س في المقام، يعني 6 على 3 فعل 2. طيب لو أس البسط، أس البسط ده أقل من أس المقام، أقل من أس المقام، يبقى الناتج هيساوي 0. طيب لو أس البسط ده أكبر من أس المقام، يبقى الناتج هيساوي ما لا نهاية، ما لا نهاية. كل الكلام ده أنا بقوله استعراض للي احنا هندرسه بعد كده بالتفصيل، لكن أنا بقول لك فكرة مبدئية عشان تبقى أنت فاهم بمجرد النظر أول ما تشوف المسألة تبقى فاهم الناتج بتاعها هيطلع إزاي، الناتج بتاعها هيطلع إزاي. هقول تاني، أول ما تشوف مسألة من النوع الأولاني أكبر أس في المقام يساوي أكبر أس في البسط، تقوم قسم الأس المعامل على المعامل، تبقى عارف الشفوي كده، تكتب في المسود ده الناتج بتاع المسألة ده هيطلع باتنين. طيب أس البسط أقل من أس المقام، تعرف إن الناتج هيطلع صفر. طيب أس البسط أكبر من أس المقام، تعرف إن الناتج هيطلع بموجب ما لا نهاية. الموضوع مش حفظ، الموضوع أنت فاهم، أنا ما بقولكش هيطلع كذا لأنه كذا، لا أنا بقولك بترجع للشروط اللي أنا قلتها دي. الشروط اللي أنا قلتها دي هم الثلاث شروط دول اللي أنت لازم تكون مستوعبهم وفاهمهم. تعالوا نشوفهم تاني هنشتغلهم إزاي في التمارين. مثال واحد، عايز نهاية الدالة دي. هتقول لي والله لو أنا فاهم بقى أستاذ الدرس ده، هقول لك ما هو هنا أس البسط هنا بيساوي أس المقام، كده مبدئيا الناتج هيطلع 5 على 2، تمام. طب بس أنا هشتغل إزاي؟ لا أنا هشتغل بقواعد الرياضيات بقى. هشتغل ازاي؟ احنا هنقسم على اكبر اس في البسط واكبر اس في المقام اللي هو س اس 2، يبقى هقسم بالشكل ده، يبقى اقسم كل حد من حدود الداله اللي هي الداله دي كلها، كل حد من حدودها على س اس 2، يبقى 5 س تربيع على س اس 2 ناقص 2 على س اس 2، المقام 2 س تربيع على س اس 2 زائد س على س اس 2 ناقص 1 على س اس 2، تمام كده؟ تمام. بعد كده عملية الاختصار والتبسيط، يعني ممكن اختصر السين تربيع مع السين تربيع، وهنا السين تربيع مع السين تربيع، وهنا السين دي مع واحدة من التربيع، وهنا مفيش اختصار وهنا مفيش اختصار. أبسط صورة تطلع بالشكل ده، تمام. طلعت بالشكل ده يبقى هنا كده التبسيط التبسيط، وهنا بطبق النظرية زائد النتيجة. احنا بنتكلم بأول بس كده بالتفصيل، لكن بعد كده ايه هنشتغل على طول. طيب النظرية بتقول ايه؟ نهاية اي عدد حقيقي لما س تقترب من ما لا نهاية بنفس العدد الحقيقي، وهنا نفس العدد الحقيقي. طيب النظرية بتقول ايه؟ النتيجة بتقول ايه؟ اي عدد على س أس اي حاجة بصفر. هنا النظرية 1 على س تربيع، 1 على س بتساوي صفر، النتيجة 1 على س تربيع بتساوي صفر، يبقى كل اللي موجود عندي هنا كده بالتفصيل اهو، 5 ناقص صفر على 2 زائد صفر ناقص صفر، الناتج يطلع 5 على 2 زي ما حسبناه في الأول خالص، لأن الأس بتاع البسط درجته بتساوي الأس بتاع المقام بنفس الدرجة بتاعه. طيب تعال نشوف مثال تاني. المثال التاني بيقول ايه؟ نهاية لما س تقترب من نهاية ومديني دالة بالصورة دي. هقول له ماشي، أكبر أس في البسط كام؟ 3، وأكبر أس في المقام كام؟ 4، تمام. طب لما الأس في البسط يبقى أقل من الأس في المقام، يبقى الناتج هيطلع بكام؟ يبقى الناتج هيطلع بصفر، تمام كده؟ أنا كده فاهم النظرية. طيب هنشتغل إزاي بقى رياضي؟ هنشتغل كده، هتقول لي هقسم على أكبر أس في المقام كل من البسط والمقام، يعني كل حد في من حدود البسط والمقام هقسمهم على اكبر اس، اكبر اس في المقام اللي هو س اس كام؟ 4، يبقى بقسم على س اس 4، يبقى دي كده اول خطوه، القسم على اكبر اس في المقام كل حد. الحد الثاني، الخطوه الثانيه التبسيط، هبسط بقى، والله دي هتروح مع دي يبقى 1 على س، والاثنين هتروح مع الأربعة يبقى 5 على س تربيع، والسين تروح مع س أس 4 يبقى 3 على س تكعيب، وهنا دي زي ما هي، هنا الاثنين دول يروحوا مع بعض يديني فيها الواحد، تمام. 2 س اللي س هتروح مع س أس 4 يبقى س تكعيب، وهنا مفيش اختصار، يبقى كده أبسط أس عشان أبتدي أطبق حاجتين، أطبق النظرية وأطبق النتيجة. دي النظرية بصفر، دي النتيجة بصفر، دي النتيجة بصفر، دي النتيجة بصفر، دي النتيجة بصفر،
دي النتيجة بصفر. ده التعريف نهاية دالة لما تكون العدد حقيقي، لما س تقترب من موجب من النهاية تديني نفس العدد الحقيقي. يبقى كل اللي فوق اصفار واللي تحت فاضل كام؟ فاضل واحد. يبقى صفر على الواحد تطلع بكام؟ تطلع بصفر. نفس الحاجة اللي انا عرفتها بمجرد ان انا فاهم الدرس، طلعت النتيجة زي ما انا كاتب في الاول خالص. طيب تعال نشوف مثال كمان. بيقول نهاية لما الدالة 2 س أس 5 زائد 3 س ناقص 2 على 3 س أس 4 زائد 5 س ناقص 1 لما س تقترب من بلا نهاية. خلاص فهمنا، بقسمة كل من البسط على الأس اللي موجود عندي في المقام. أكبر أس موجود في المقام س أس كام؟ س أس 4. هقسم على س أس 4 كل حد من حدود الدالة أو كل حد من حدود الكسر. ماشي، بعد ما اقسم في الخطوه الاولانيه هتقول لي هبسط المقدار. هبسط المقدار يعني ايه؟ هقسم س اس 4 على س س اس 5 على س اس 4 يطلع فيها س، وس على س اس 3 تبقى يطلع 3 على س اس 3، ودي مفيش اختصار. وهنا في س اس 4 تروح مع س اس 4، وهنا س هتروح مع س اس 4 يتفضل س اس 3 في المقام، وهنا مفيش اختصار. يبقى كده عملت عمليه ايه؟ التبسيط. طيب بعد ما بسطت ابتدي اطبق عمليه ايه؟ النظريه او النتيجه. النظريه هنا 2 س اس اي حاجه بكام؟ بموجب ما لا نهايه. النظريه بتقول كده، تمام كده. طيب هنا بصفر، وهنا بصفر، وهنا بصفر، وهنا بصفر. طب هنا بكام؟ هنا بتلاتة بس. يبقى كل الناتج يطلع بكام؟ يطلع في الاخر بموجب ما لا نهايه. احنا عايزين يا جماعه الطالب يكون فاهم كل خطوه. وكده استنتجنا او استنفذنا ثلاث امثله على الثلاث تمارين، على الثلاث ملاحظات المهمه اللي احنا اخذناهم. ماشي كده؟ طيب تمام. طيب هو بقى عرف ان الطالب خلاص فاهم وبيطلع بمجرد النظر، هيبتدي بقى يشتغل على حاجات اعلى شويه، او عايز طالب يكون اكثر استيعابا واكثر فهما لموضوع الدرس. طيب هنا هتقول لي والله طب ما انا ممكن افك واضرب الاقواس، افك واضرب الاقواس. طب ده عندي هنا فيها مشكله، افك ده زي اس 7، وهنا اس 2 مفيش مشكله، وهنا ماشي، وبعدين بعد ما اضربهم هتبقى فيها مشكله برضه، يبقى مش هينفع فك الاقواس. طيب نركز كده مع بعض بقى. احنا القاعده بتاعتنا بتقول ايه؟ بقسم على اكبر اس في المقام. طب اكبر اس في المقام كام؟ يبقى خلي بالي بقى واحده واحده. اكبر اس في البسط هنا، اكبر اس سوري اكبر اس في القوس الاولاني هنا اس كام؟ تقول لي اس 6، صح؟ لان 2 وتضرب هنا 3 س اس 3 الكل اس 2 تديني س اس 6، صح؟ طيب واكبر اس في القوس الثاني كام؟ تقول لي برضه 6، لان س اس 2 كل اس 3 ب 6. طب القوسين اصلا مضروبين في بعض، يبقى اكبر اس في البسط س اس كام؟ س اس 12. احنا قلنا خلاص بعيد عن التمارين اللي هي المباشره، لكن هيتكلم على التمارين الغير مباشره اللي محتاجه فهم من الطالب. طيب تحت في المقام تقول لي والله ده مقدار مضروب في مقدار ثاني، المقدار ده أس كام؟ أس 5. طيب السين اللي هنا دي أس كام؟ سين أس 7. يبقى هنا تديني سين أس كام؟ سين أس 12 في المقام برضه. جميل، يبقى رجعنا للحالة الأولانية. أكبر أس في المقام سين أس 12، وأكبر أس في البسط سين أس 12. تمام كده؟ يعني الأسين مالهم متساويين، يبقى في الحالة دي اللي هيطلع قدام س هو اللي هيطلع قدام س، يبقى المعامل س معامل س، يبقى ده الناتج مبدئيا. طيب نشوف كده واحدة 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 واحدة. يبقى هقسم هنا على س أس كام؟ هقسم على س أس كام؟ س أس 6. هقسم على س أس 6، ما احنا قلنا هنا كده س أس كام؟ خلي بالك هنا س اس كام؟ 2 س اس 3. انا واحده واحده كده، دي س اس 3، هنا اس كام؟ هنا اس 2. يبقى قسمت هنا على س اس كام؟ على س اس 6 اللي انا حاسبها فوق دي. طيب وهنا س اس كام؟ 2، وهنا س اس كام؟ 3. يبقى انا قسمت هنا على س اس كام؟ على س اس 6، يعني كاني بقسم هنا اهو 1 على س اس 3 في واحد كمان على س أس 3.
يبقى في المجمل كأني بقسم 1 على سين أس كام؟ 6. وهي تربيع، وهي تربيع، يبقى سين أس كام؟ سين أس 12. سين أس 12. تعال نشوف تاني واحدة واحدة كده. نحسب من أول وجديد. ها احنا اتفقنا اكبر اس في البسط 12 واكبر اس في المقام 12، جه منين؟ قلنا من هنا. دي سين اس 3 وكل اس 2 تبقى سين اس 6، ودي سين اس 2 الكل اس 3 يبقى سين اس كام؟ 6. سين اس 6 في سين اس 6 يبقى اكبر اس سين اس 12 او 12. طب هنا سين اس 5 مضروبه في الكوس ده، طب الكوس ده اكبر اس سين فيه كام؟ سين اس 7. يبقى سين اس 5 بسين اس 7 بسين اس 12، يبقى انا هقسم على السين اس كام؟ هقسم على سين اس 12. طب واحد يسال يا استاذ هي دي سين اس 12؟ اقول لك اه دي سين اس 12. طب دي سين 12؟ اه سين اس 12. طب ازاي؟ ما هي هنا اصلا سين اس 3 في المقام وتحت هنا اس 2، يبقى سين اس كام؟ 6 مضروبه فيه. سين اس 2 في المقام وهنا اس 3 يبقى سين اس 6، يبقى سين اس 6 في سين اس 6 بسين اس كام؟ 12. يبقى كده انا ماشي صح، بقسم على اكبر اس في البسط والمقام. نقول تاني، نقول لاخر مره، عايزين طلب يكون فاهم يا جماعه، انا هنا بقسم على كام؟ بقسم كل دي على سين اس 6 واقسم كل دي على سين اس 6، بس خلي بالك دول مضروبين في بعض، يبقى كاني بقسم على سين اس 12. طب ازاي؟ اهو بقسم سين اس 3 كل اس 2 بسين اس 6، يبقى انا كده قسمت القوس الاولاني على سين اس 6. طيب القوس الثاني هقسمه على كام؟ سين اس 2 اس 3 يبقى سين اس 6، يبقى البسط كاني قسمت على سين اس كام؟ سين اس 12. تمام كده؟ طب نشوف المقام. المقام ايه ده؟ اللي بره قسمتها على سين اس كام؟ 5. جميل. طب واللي هنا قسمتها على سين اس كام؟ على سين اس 1 اللي هي بسين اس كام؟ 7. لان سين اس 1 هنا كل اس 7 تديني كام؟ تديني هنا كده سين اس 7، قسمت على سين اس 7، دي مش سين، دي سين اس 7، يبقى كاني هنا قسمت على سين اس 7. في هنا قسمت على كام؟ على سين اس 5. ليه؟ لان سين اس 5 في سين اس 7 يديني سين اس كام؟ سين اس 12، يبقى كاني قسمت كل من البسط والمقام على اكبر اس اللي هو سين اس 12. ابتدي عمليه التبسيط، هتطلع بالشكل ده، اقول له دي النتيجه بتساوي صفر، دي النتيجه بتساوي صفر، ودي النظريه بتساوي صفر، يبقى كاني بقول 3 اس 2 في قوس تاني 1 اس 3 على 1 اس 7، يبقى في الداخل خالص هتديني 9 على 1. طيب الداله دي فوق 5 س ناقص 6 على الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لكام؟ الجذر التربيعي ل 9 س تربيع زائد 7. طيب هتقول لي جميل، انا هعمل ايه في الحاله دي؟ هتقول لي هقسم على اكبر اس في المقام. جميل، اكبر اس في المقام مين يقول لي كام؟ سين، صح؟ اكبر اس في المقام عامل كده، ماليش دعوه بالارقام، ها ده اكبر اس في المقام. اكبر اس في المقام جذر سين تربيع اللي هو يعتبر كام؟ يعتبر سين، يبقى هقسم على سين في البسط وهقسم على سين فين؟ في المقام، كل الحدود اللي عندي خلاص عرفنا ازاي. يبقى قبل ما بشتغل القاعده الاساسيه بقسم على اكبر اس في المقام. طيب اكبر اس في المقام فين؟ اشوف المقام اكبر اس فيه، هل الاس هنا سين تربيع؟ لا ده مش سين تربيع، ده سين تربيع تحت الجذر التربيعي، لما سين تربيع تخرج من بره الجذر التربيعي قيمتها تبقى كام؟ تبقى سين، يبقى بقسم على سين في البسط والمقام. يبقى هنا بقسم على سين واقسم على سين، وهنا خلي بالك بقسم على سين على سين، وهنا بقسم على سين. تقول الله امال انت قسمت هنا سين تربيع، ما هي سين تربيع اصلا دي لو خرجت بره الجذر تخرج بكام؟ تخرج بسين، يبقى انا كده قسمت على سين، بس وانا بقسم على سين بره الجذر دخلتها جوه بسين تربيع، يعني المفروض كده بقسم هنا كده اهو على سين، واحد على سين تخش جوه الجذر بواحد على سين تربيع، وتخش هنا بواحد على سين تربيع. عايزين الطالب يكون فاهم معانا يا جماعه. طيب نبتدي عمليه التبسيط.
السين هتروح مع السين يتفضل 6 على سين، وهنا السين تربيع تروح مع السين تربيع يتفضل 9، و7 على سين دي تعتبر النتيجه. واضح ان دي هتساوي صفر ودي هتساوي صفر، يبقى يتفضل عندي 5 على جذر 9 اللي هي ب 3، تطلع الناتج قيمه النهايه اللي هو عايزها 5 على 3. طيب ها نفس الحكاية اللي خدناها مع الجذر التربيعي، هنا عايز طالب أكثر فهما. طب جذر تكعيبي، جذر تكعيب س تكعيب، مين يقول لي هقسم على أكبر أس في المقام بكام؟ بسين، تمام. طب وهنا أكبر أس في البسط بكام؟ تقول لي برضه بسين. تاني أهو ده جذر إيه؟ جذر تكعيبي لسين أس كام؟ لسين أس 3 بيساوي كام؟ بتساوي سين. يبقى في البسط فوق أكبر أس سين أس 1، وفي المقام تحت سين أس 1، تمام كده؟ يبقى هقسم على سين أس 1 في البسط والمقام. طيب افرض عندي الجذر التكعيبي ده كده، برضه سهله على الناس، وهنا مكتوب هنا 8 سين أس 3 ناقص 5 سين اللي هو البسط زائد كام؟ 1. أنا القاعدة بتاعتي بتقول إيه؟ بقسم على أكبر أس في البسط في المقام. أكبر أس جبناه بكام؟ سين أس 1، يعني نقسم على كام؟ سين أس 1. ده كله لما أقسمه على سين أس 1 يتقسم إزاي؟ 1 على سين لما تخش تحت الجذر التكعيبي يبقى بتتقسم على سين تكعيب، ولما تخش تحت الجذر التكعيب بتتقسم على سين تكعيب، ولما تخش تحت الجذر التكعيب بتتقسم على سين تكعيب، تمام؟ ده اللي هنقوله من خلال المثال اهو، الشكل العام اهو عشان يبقى الطالب فاهم. محدش يقول لي احنا قسمنا هنا على سين تكعيب، اقول له لا دي مش سين تكعيب، قبل ما تكون سين تكعيب كانت بره 1 على سين، عشان قسمنا على سين اللي هي في المقام الاصل، دي الاصل اللي احنا قسمنا عليها. يبقى 5 سين على سين تكعيب زائد 1 على سين تكعيب على المقام 3 سين على سين ناقص 2 على سين. نجرى عملية التبسيط، هيبقى هنا السين تكعيب تروح مع السين تكعيب، والسين تروح مع السين تكعيب يتفضل 1 على سين تربيع، ودي زي ما هي، وهنا السين تروح مع السين، وهنا كمان زي ما هي. يبقى الكسر ده أطبق عليه النتيجة وأطبق عليه النظرية، يبقى دي هنا هتساوي صفر وهنا هتساوي صفر وهنا هتساوي صفر، يتفضل الجذر التكعيبي ل 8 تخرج ب 2 على كام؟ على 3، يبقى الناتج النهائي يطلع 2 على 3. طيب تعالوا نشوف كده مسألة رقم 7. احنا جماعة بنتنوع في الأفكار، يعني ايه؟ أول مسألة جبنا في البسطة أو في المقام جذر تربيعي، وتحت الجذر في سين أس كذا، وبعدين المسألة التانية جبنا جذر تكعيبي وتحت الجذر التكعيبي سين أس كذا، عشان الطالب يعرف امتى يقسم على أكبر أس في المقام. طيب الحالة دي الدالة اشتملت أو الكسر اشتمل على كسرين، واحد في البسط جذرين، واحد في البسط وواحد في المقام، تمام كده؟ طيب القاعدة اللي عندي بتقول إيه؟ بقسم على أكبر أس في البسط والمقام، جميع في المقام. طيب أكبر أس في المقام، تعالوا نشوف كده، ده الجذر السابع لسين أس 7 تخرج بكام؟ تخرج بسين أس 1، تمام. طب في البسط الجذر الخامس لسين أس 5 تخرج بكام؟ تخرج برضو بسين أس 1. يبقى أكبر أس هقسم عليه في البسط والمقام سين أس كام؟ 1، جميل. طيب واحد يقول تاني، هنا الجذر التكعيب السابع لسين أس 7 يبقى هنقسم هنا على 1 على سين، تمام. طيب تحت هنقسم 1 على سين الجذر الخامس لسين أس 5. عرفنا من المثالين اللي فاتهم ان 1 على سين عشان تخش تحت الجذر السابع هتبقى عاملة كده، الجذر السابع لسين أس 7 على هنا سين تخش جوه بكام؟ تخش جوه بسين أس 7، 1 على سين تخش تحت الجذر السابع بسين أس 7. طيب تخش تحت الجذر الخامس هنا سين أس 5 على يلا 1 على سين تخش تحت الجذر الخامس بكام؟ بسين أس 5. عايز تتأكد خرج سين
خرج واحد على سين أس سبعة تخرج بكام؟ واحد على سين. عايز تتأكد خرج واحد على سين أس خمسة تخرج بكام؟ تخرج ب واحد على سين. واحد على سين. نشوف كل الكلام ده بالخطوات. ادينا قسمت اهو عشان ما حدش يقول لي هنا برضو الله انت قسمت فوق على سين اس خمسة وقسمت تحت على سين اس سبعة ازاي؟ ده احنا بنقسم على سين واحدة اس واحد. اقول لك اه ما انا عملت كده قسمت على سين واحدة اس واحد. تقول لي ازاي هنا سين اس خمسة وهنا اس سبعة؟ اقول لك لا، ما سين اس خمسة تحت الجذر الخامس تخرج بواحد على سين، وسين أس سبعة تحت الجذر السابع تخرج بواحد على سين. يبقى أنا كده قسمت على كام؟ قسمت على سين وقسمت على سين. هو سين أس واحد في كلا البسط والمقام. بعد كده نبتدي عملية التبسيط، نختصر الأسس مع بعض ونختصر الأسس مع بعض. هيبقى بعد الاختصار واحد زائد واحد على سين تربيع النتيجة، واحد على سين أس خمسة النتيجة، يعتبر الجذر الخامس لواحد بواحد والجذر السابع لواحد بواحد، يبقى الناتج في الآخر يطلع بواحد. طيب افرض ما كانش فيه بسط ولا مقام وجاب لي نهاية بالشكل ده، اشتغل فيها ازاي؟ ما انا لازم انا اقول فين اكبر اس في المقام عشان اقسم عليه الاثنين. هتقولي طالما هنا في جذرين كده هضرب في العامل المرافق، هضرب في العامل المرافق للمقدار اللي هو مديهوني. طيب العامل المرافق بيقول ايه؟ بيقول المقدارين دول ينزلوا زي ما هم والإشارة اللي بينهم بالسالب، يبقى الإشارة هنا بالموجب والإشارة هنا بالموجب والمقدارين زي بعض بالظبط. نقول تاني المرافق بتاع الجذر ده والجذر ده شكله عامل ازاي؟ الجذر الأول ده زي ما هو بنفس إشارته، والجذر التاني ده زي ما هو بإشارته بنفس إشارته. المشكلة في الايه؟ في السالب. السالب دي هتبقى ايه؟ هتبقى موجب مرتين، مرة في البسط ومرة في المقام. عشان يبقى البسط قد المقام أنا كده رياضيا ما عملتش حاجة خالص. تمام، نضرب بقى. ده فرق بين مربعين، الاول في الاول الجذر طار يتفضل سين تربيع ناقص 2. طيب الثاني في الثاني الجذر طار يتفضل سين تربيع زائد 2 بس مضروبه في الايه؟ مضروبه في السالب. نقول ثاني الجذر الاول في الجذر الاول، الجذر الاول والجذر الاول ده الجذر الاول طار يتفضل سين تربيع ناقص 2 اهي. طيب ثاني بقى الجذر مع الجذر، الجذر اللي هنا كمان راح مع الجذر اللي هنا كمان، فرق بين مربعين وانا بضرب يتفضل كام؟ سين تربيع زائد سين، يتفضل هنا كده سين تربيع زائد سين، ماشي كده؟ مضروبه في الايه؟ مضروبه في السالب دي. فالسالب في السين تربيع تديني سالب سين تربيع، والسالب تتضرب في موجب سين تديني ايه؟ سالب سين. عشان كده اخلي بالي واحده واحده في موضوع الاشارات. جميل. ممكن تقول لي السين تربيع بالموجب تروح مع سين تربيع بالسالب؟ تمام، يتفضل سالب سين سالب 2 واخد سالب عامل مشترك يتفضل سين زائد 2 بالشكل ده، وهنا في سالب. تمام خلاص، بقت كده كانها مساله من الاول وجديد. طيب عايز احسب النهايه، هقول له بقى طبق هنا القاعده. ايه هي القاعده؟ اقسم على اكبر اس في المقام. اكبر اس في المقام كام؟ تقول لي سين. خلاص بقى عرفنا من الامثله اللي فاتت اكبر اس من المقام كام؟ تقول لي هنا كده سين. طب هنا اكبر اس في البسط كام؟ سين. يبقى هقسم على سين، نقسم على سين. يبقى هنا قسمت على سين وهنا سين، وهنا الجذر التربيع اخلي بالي هنا قسمت على سين وهنا قسمت على سين اللي دخلت بسين تربيع عشان هنا الجذر التربيعي، وهنا برضو سين تربيع وسين تربيع كان اصلهم سين قبل ما يخشوا تحت الجذر عشان هنا كده دخلوا تحت الجذر التربيعي بسين تربيع. نبتدي عملية التبسيط. هنا في تبسيط وهنا في تبسيط وهنا في تبسيط وهنا كمان في تبسيط، يبقى الدالة بعد التبسيط يبقى سالب وبعدين واحد ناقص كل دي بصفر، وبعدين هنا كمان بصفر، وبعدين هنا كمان بصفر. يتفضل سالب واحد على جذر واحد زائد جذر واحد، جذر واحد تطلع بواحد وجذر واحد تطلع بواحد، واحد واحد يساوي كام؟ واحد واحد يساوي اتنين، وفوق يطلع بكام؟ بسالب واحد على الاتنين. طيب نشوف فكرة كمان بعد الضرب في المرافق. الفكرة بتقول لو كان عندي حاجة بالشكل ده هنتصرف فيها ازاي؟ تمام. طيب نحسب أكبر أس في البسط. أكبر أس
في البسط. طيب هنا كام سين وهنا كام سين تحت الجذر التربيعي؟ طب سين لو دخلت جوه هنا تديني سين أس كام؟ سين أس 3. تمام. طب هنا تحت الجذر، تحت الجذر التربيعي خلاص، يبقى سين أس 3 دي تعتبر أكبر أس، لأن دي مش هتعتبر سين أس 3، دي سين أس نص تحت الجذر التربيعي. تمام. طيب طب تحت خالص أكبر أس في المقام، برضو نحسب الحسبة بتاعتنا من خلال المعطيات اللي موجودة عندي في المسألة. أكبر أس في المقام، هنا سين ماشي أس 1، وهنا جذر التربيعي لسين أس 3، يبقى هنا برضو في سين أس كام؟ سين أس 3. يبقى أكبر أس في المقام سين أس كام؟ جذر التربيعي لسين أس كام؟ لسين أس 3. جميل أوي. طيب عشان أقسمها بقى دي أقسمها إزاي؟ طيب أخلي بالي بقى هنا، هنا إن سين في الجذر التربيعي لسين تعتبر سين أس كام؟ 3. يبقى لما أجي أقسم ده كده هقسم على سين جذر سين اللي هو أصلا كام؟ جذر سين أس 3. طيب لما هقسم هنا هقسم على كام؟ هقسم على سين أس، سين أس 3، سين أس 3 في المقام، لأن الجذر هيدور في الجذر، ده جذر تربيع أهو وده جذر تربيع أهو. تمام كده؟ طيب في المقام هقسم هنا على كام؟ هتقول لي اللي بره دي تتقسم على سين جذر سين، وهنا سين جذر سين. طب دي تتقسم على كام؟ تتقسم على سين أس 3. سين أس 3 تخش الجذر التربيعي، يبقى بصفة عامة نقول تاني اللي بره الجذر ده هيتقسم على سين أس سين جذر سين، لأن سين جذر سين دي تعتبر سين جذر التربيعي لسين أس 3. تمام. طب لما اقسم هنا تقول لي لا استنى، ما هنا اصلا في جذر وانت هتقسم على سين جذر سين اللي هي سين اس 3، يبقى تخش هنا بكام؟ بسين اس 3 في المقام. طب هنا اقسم على كام؟ سين جذر سين، وهنا سين جذر سين، هنا في جذر اقف، هقسم على كام؟ على الجذر التربيعي لسين اس 3. طب تعالوا نشوف كده الخطوات شكلها عامل ازاي. اهو سين جذر سين قسمتها على سين جذر سين زائد 2 في جذر هقف، انا كل مره بقسم على كام؟ سين جذر سين. تمام. بس جوه الجذر، بره الجذر التربيعي، جوه الجذر التربيعي بقسم على الجذر التربيعي لسين اس 3 اللي هي اصلا دي ما عملناش حاجه، اللي هي اصلا دي، بس عشان الجذر هنا موجود وهنا في جذر اصلا. تمام كده. يبقى سين على سين اس 3 ناقص 1 على سين اس 3. تاني هنا بره الجذر سين تتقسم على سين جذر سين، بره الجذر حد مطلق يتقسم على سين جذر سين، هنا في ايه؟ هنا في جذر. طيب اقسم على كام هنا بقى جوه الجذر؟ هقسم على الجذر التربيعي لسين تكعيب اللي هي تعتبر جذر سين تكعيب، يبقى هنا قسمت على سين تكعيب وهنا قسمت على سين تكعيب. نبسط بقى، والله دي هتروح مع دي، وهنا هختصر دي يبقى فيها هنا سين اس 2، وهنا برضو دي هتروح مع واحده بس من دي، تفضل واحد على جذر سين، وهنا مش هتروح حاجه، وهنا دي هتروح مع دي، هنا تروح دي مع دي، تفضل واحد على سين تربيع. يبقى الصوره الاساسيه بعد الاختصار هتبقى عامله كده، والله ده يروح مع ده، فواحد اتنين في واحد على سين تربيع بصفر، وهنا واحد على سين بصفر، يبقى كل دول بصفر. هنا السين تروح مع السين، اتفضل واحد على سين اس نون، واحد على سين اس نون، اس بقى جذر مش اس جذر، تديني صفر برضو، وهنا النتيجه برضو تديني صفر، وهنا واحد، وهنا يديني كام؟ صفر. يبقى الناتج النهائي واحد زائد صفر على صفر زائد صفر ناقص واحد، يبقى واحد على واحد يديني كام؟ سالب واحد باشاره مختلفه. طيب صوره جديده وجميله الاخيره دي في التمرين ده، بتقول ايه الصوره دي؟ بتقول 3 سين، الله، هنا سين اس بالسالب، وهنا بالسالب، وهنا بالسالب، وهنا بالسالب، وهنا بالسالب. طب انا ما اعرفش اشتغل الشغل ده، انا لازم تكون عندي السين بأس صحيح موجب. تقول لي بسيطه قوي، احول. يعني ايه احول؟ ما هي 3 سين اس سالب 1 دي تعتبر 1 على سين، دي تعتبر 1 على سين تربيع، دي تعتبر 1 على سين اس 3، دي تعتبر 1 على سين اس 3، دي تعتبر 1 على سين. تمام. جميل. طيب أكبر أس هنا كام؟ 3. طب أنا هضرب هنا كده في البسط والمقام في سين أس 3 عشان أخلص من الموضوع الكسري،
الشكل الاقتصادي ده، يبقى هضرب دي كده في سين اس 3 وهضرب دي كده في سين اس 3 وهضرب الحد ده كمان في سين اس 3 في المقام، هضرب الحد ده في سين اس 3 وهضرب الحد ده في سين اس 3، يبقى الشكل العام طلع عندي الصوره دي، بقت صوره جميله وسهله اقدر اشتغل فيها وانا مستريح حسب الحاله الاولانيه. اكبر اس في البسط كام؟ 3. واكبر اس في المقام كام؟ 3. هل الاثنين متساويين؟ الحاله الاولانيه بتقول ايه؟ يبقى الناتج بيساوي معامل اكبر اس على معامل اكبر اس. ابقى كاتب كده في المسود ده لنفسي بيني وبين نفسي المساله دي هتطلع بالرقم ده حسب النظريه وحسب النتيجه الاولانيه اللي احنا مشينا عليها. طيب نشتغل بقى رياضه، يعني برضو نعمل الخطوات بتاعتنا، يعني نقسم على سين اس 2 كل من حدي البسط والمقام على سين اس 2. خلاص قسمنا على سين اس 2، هلاقي هنا تختصر، هنا تبقى 1 على سين دي زي ما هي، هنا هتبقى زي ما هي، وهنا تختصر يبقى كام؟ يبقى 2. يبقى في الاخر خالص 3 سين على سين تربيع راحت، تفضل 3 هنا بصفر وهنا النظري وهنا بصفر وهنا النتيجه وهنا ب2، يبقى 3 على 2 يبقى الناتج تطلع بكام؟ ب3 على سالب 2، هنا في 2 3 على سالب 2، يبقى الناتج النهائي يطلع ب3 على سالب 2 او سالب 3 على 2. وكده نكون انتهينا من تدريس درس اليوم، والى اللقاء في حلقة قادمة. وبكده أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي نكون انتهينا من تدريس درس اليوم اللي كان بيتكلم على نهاية دالة عند اللانهاية من فرع التفاضل من مادة الرياضيات. ما تنسوش تحت الفيديو هتلاقوا فيه ثلاث لينكات، اللينك الأول بيتكلم على شيت أسئلة، اللينك الثاني بيتكلم على شيت الإجابة بتاعه، اللينك الثالث بيتكلم على اختبار تفاعلي على موضوع الدرس. الاختبار ليه مواصفات الورقة الامتحانية الجديدة، يعني الاختبار هيبقى فيه وقت محدد للإجابة، الاختبار هيصعب الكتروني، في نهايه الاختبار هتلاقي الدرجه موجوده عندك عشان تقدر تقيم نفسك بنفسك اول باول ومدى استيعابك وتفهمك لموضوع الدرس. والى اللقاء في حلقه قادمه.